السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحافة تقول ونتابع في جولة نهاية الأسبوع من أخبار وعناوين مع حسام باصري. استشهاد عبد اللطيف السيد قائد الحزام الأمني بأبين بعملية إرهابية جبانة. قوات سيوف حوس تحاصر معسكر ثان للقاعدة في وادي جنن بأبين. الحملة الأمنية بالصبيحة تكشف عن متحوثين وتحذر من التعامل معهم. وزارة الدفاع تحذر من خطورة تخادم الحوثيين مع داعش والقاعدة. أهلا بكم. استشهد قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين العميد عبد اللطيف السيد وعددا من رفاقه اليوم الخميس إثر تفجير إرهابي استهدف موكبه بمنطقة وادي عمران بأبين. ووفقا لتقارير ميدانية أن القائد عبد اللطيف السيد استشهد في أبين حين كان يقوم بواجبه العسكري في المنطقة عندما تعرض للهجوم الإرهابي. ويعد القائد السيد واحد من أبرز الشخصيات العسكرية في البلاد، حيث قاد العديد من العمليات العسكرية الناجحة ضد المتمردين والإرهابيين، وكان لديه تاريخ حافل من العمل البطولي والتضحية من أجل أمن الوطن وحماية المدنيين. واستقبل الخبر ببالغ الحزن والأسى من قبل الشعب والقوات المسلحة الجنوبية، أتم نعيه وتكريمه على نطاق واسع، حيث وصفه الجميع بأنه قائد استثنائي وشجاع. تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي استشهد فيها القائد السيد تشهد عملية عسكرية تقودها القوات الجنوبية ضد جماعتي القاعدة وداعش الإرهابيين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد عبد الله أبو عرب، نائب قائد قوات الحزام الأمني بعدن. أهلا بك معنا سيادة العقيد. هلا هلا مرحبا. كيف تصفون هذه الحادثة الغاشمة و استشهاد العميد عبد اللطيف السيد، وما مدى تأثير ذلك على سير العمليات العسكرية ضد الجماعة الإرهابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في البداية نقدم بعظيم التعازي لأسرة عبد اللطيف السيد ولقيادات المجلس الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية لاستشهاد القائد البطل عبد اللطيف السيد ومرافقيه بحادثة اغتيال جبانة وقادرة. لا يمكن أن نخفي بأن اغتيال البطل عبد اللطيف السيد خسارة فادحة لأبين وللجنوب خصوصا، وخصوصا بأنه كان يدافع عن أبين ويكافح الإرهاب منذ سنوات طويلة، وتسبب ذلك باستشهاد عدد من أفراد أسرته خلال الفترة الماضية. فإننا نؤكد اليوم وقلوبنا تغطر دما على رحيل البطل عبد اللطيف السيد باننا ماضون على دربه ولن نتراجع، وسوف نستكمل عمليه سيوف حوس التي بداها القائد عبد اللطيف ولن تنتهي الا باستكمال جميع اهدافها، وحيث ان العمليه ستكون اكبر وسوف ننتزع الارهاب من جذوره. نعم عقيد عبد الله، منذ انطلاق العمليات الجنوبية ضد الجماعات الإرهابية في عدة مناطق من أبين وآخرها عملية سيوف حوس، إلى أي درجة نجحت القوات الجنوبية من توجيه ضربات متتالية لهذه الجماعات المتطرفة؟ أخي العزيز، نجحت العمليات العسكرية الجنوبية بضرب وتوجيه ضربات موجعة للإرهاب، حيث يعتمد على القدر وطرف العبوات وزرعها، وما تسبب في حالة ضعف وهوان لديه، فهي الآن في الرمق الأخير. فضربات القوات الجنوبية كانت قاضية وأربكت العدو. نعم، سؤال أخير، هل نتوقع أن تزداد دائرة استهداف قيادات القوات الجنوبية من قبل الجماعات الإرهابية كرد فعل على الهزائم التي تلقتها على يد القوات الجنوبية؟ تفضل. أخي العزيز، نحن مشروع استشهاد قدمناه لمهمات لحماية شعبنا وبلادنا ولن نتراجع أو نحيد، ونحن مستعدين للإرهابيين مهما عملوا
ومهما عملوا من اغتيالات أو تنفيذ عمليات سنواصل عملياتنا حتى تطهير جميع مدن الجنوب ومحافظة أبين من الإرهاب، وإننا نعاهد جميع الشهداء والقائد عبد اللطيف على السير على دربهم حتى تحقيق الانتصار. وردنا على هذه العملية الإرهابية سيكون حاسم وسيغير المعادلة مع غوى الشر والإرهاب خلال الأيام الواقية. نشكرك العقيد عبد الله أبو عرب نائب قائد قوات الحزام الأمني في عدن، كنت معنا عبر الهاتف. واصلت وحدات القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في عملية سيوف حوس صباح أمس الأربعاء ملاحقة العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة وبسط السيطرة الكاملة على مناطق وشعاب وأودية يتخذها عناصر تنظيم القاعدة ملاذا لها. وبحسب مصادر عسكرية قالت للمركز الإعلامي لقوات درع الجنوب فإن القوات المسلحة والأمنية المشتركة تمكنت من تمشيط العديد من المناطق والشعاب والسلاسل الجبلية، واستطاع تطويق أحد معسكرات تنظيم القاعدة الواقع بين وادي عمران ووادي جنن الذي يربط ما بين محافظة أبين والبيضاء. وأضاف المصدر أن وحدات قوات الحزام الأمني والوحدات العسكرية المشاركة في عملية السيوف حوس واصلت تقدمها باتجاه معسكر ثان لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في وادي جنن، حيث تمكنت من تطويق المعسكر من اتجاه وادي رفض ووادي عمران وانتشرت في المرتفعات والجبال المحيطة به. كشفت قيادة الحملة الأمنية في مديرية المضاربة ورأس العارة عن مخطط يستهدف إفشال الحملة الأمنية من خلال قيام جهات بدعم بعض الوجهات في المنطقة وتحريضها ضد الحملة بعد منع أعمال التهريب والاتجار بالبشر من سواحل رأس العارة. وبحسب المركز الإعلامي للواء الثاني عمالقة السابع مشاة، فقد طالبت قيادة الحملة الأمنية المواطنين في المديرية عدم مساندة هؤلاء الأشخاص ومنهم المتحوث الذي ينتمي إلى مشايخ مديرية المضاربة الذي دعا إلى فتنة في المديرية لمواجهة الحملة الأمنية. ودعت قيادة الحملة المغرر بهم إلى التخلي عن هذه الشخصية، وحذرت قيادة الحملة أي مواطن يقف إلى جانبه، حيث تقرر ضبط المذكور بمختلف الوسائل وبموجب الصلاحيات الممنوحة للحملة لردع مثل هكذا فتنة في المنطقة. وأكدت قيادة الحملة القيام بواجبها في مطاردة أي مطلوب أمني، وبهذا فإن الحملة تخلي مسؤولياتها بعد هذه الدعوة في حال حدوث ضحايا من المواطنين الذين يساندون المطلوب لدى قيادة الحملة. حذرت وزارة الدفاع من مغبة استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في عملياتها العدائية ضد قوات الجيش، مطالبة المجتمع الدولي بمزيد من الحزم تجاه التعنت الحوثي أو تعنت الحوثي الرافض للسلام. ونبه الفريق ركن محسن الداعري وزير الدفاع إلى خطورة تخادم بين ميليشيا الحوثي الإرهابية وتنظيمي القاعدة وداعش لإغلاق السكينة في المناطق المحررة، مبينا أن خطر الميليشيات لا يقتصر على اليمن فحسب بل يمتد إلى الإقليم والعالم. ونشرت صحيفة الشرق الأوسط الدولية تصريحات لوزير الدفاع خلال لقائه الثلاثاء في العاصمة عدن فريق القسم السياسي في مكتب المبعوث الأممي لليمن برئاسة روكسانا بازرجان، مشيرا لأن الميليشيات الحوثية لا عهد لها ولا ميثاق كما هو معهود منذ سنوات طويلة. وأشدد الداعري على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور أكثر حزما تجاه الحوثي وتعنت الرافض لجهود السلام والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط الدولية عن مصادر إعلامية رسمية. في الصحافة تقول، تتابعون بعد الفاصل. نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تدشن عملية توزيع بطائق العضوية. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل السفيرين الأمريكي والياباني. عدنا لكم مجددا. أقامت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين اليوم الخميس فعالية توزيع بطائق العضوية للنقابة، وذلك بمقرها بمديرية التواهي بالعاصمة عدن. وبحسب تصريح إعلامي أعلنت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين أنه تم تسليم البطائق الصحفية اليوم الخميس بعد أن استكملت كافة الإجراءات الخاصة وفحص استمارات العضوية للدفعة الأولى من قبل لجنة الفحص في مركز النقابة العامة بالعاصمة عدن. وفي السياق جددت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين
الجنوبيين في عدن دعوة لكافة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين لتقديم ملفات طلب العضوية للانتساب للنقابة. كما ذكرت الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بأنها يسرها أن تعلن عن تدشين عملية توزيع البطاقة الصحفية للزملاء والزميلات في الصحف والمؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية الذين تقدموا بطلب العضوية مبكرا، وذلك بعدما أعلنت النقابة موعد تسليم البطائق في هذا اليوم الخميس 10 أغسطس في مقر النقابة. استقبل رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأربعاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاغن، حيث تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الوضع اليمني بما في ذلك التدخلات الأمريكية الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات. ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، فقد أشاد العليمي في هذا السياق بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية وإسهاماتهم الفاعلة في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. كما استقبل من جانبه القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن كازو هيرو هيغاشي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين والآفاق الواعدة لتوسيعها في مختلف المجالات. وأعرب العليمي عن أمله في أن تشهد هذه التدخلات اليابانية تطورا نوعيا خصوصا في المجالات التعليمية والخدمية التي عززتها اليابان على مدى العقود الماضية. ترأس اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الأربعاء اجتماع للقادة العسكريين والأمنيين بمحافظة لحج. وأثنى الزبيدي في مستهل الاجتماع بالتضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها منتسبو القوات المسلحة من عسكريين وأمنيين بمحافظة لحج على امتداد خطوط المواجهة مع الميليشيات الحوثية للذود عن حياض الجنوب ومجابهة خطر التنظيمات الإرهابية وتغطية عمليات التهريب والمظاهر المخلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين. كما أوضح أن الهدف من هذا الاجتماع هو الوقوف على جاهزية القوات العسكرية في مختلف المحاور القتالية واحتياجات الأجهزة الأمنية وبحث الآليات الممكنة لإعادة تنظيمها وتنسيق عملها وفقا للمهام والاختصاصات المنوطة بكل واحدة. وقال الزبيدي أن محافظة لحج تحظى بأهمية كبرى نظرا لتنوع طبيعتها الجغرافية وترامي أطرافها وموقعها الاستراتيجي الهام وبما يترتب على ذلك من تحديات عسكرية وأمرية، الأمر الذي يتطلب بذل أقصى الجهود في جانبي التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات وتعزيز الضبط والربط العسكري. ختام هذه الجولة مشاهدينا الأكارم، نشكركم على حسن المتابعة. لسنا نحن من نقول، ولكن الصحافة تقول. إلى اللقاء.